معكم طلابنا، واليوم عندنا هم لسن 8 وهمنا الراوند اب بالمراجعة، لان صراحة كلش قصيرة هي، فاثنينها تكمل سوا. نبدي اول شيء بلسن 8، website for me. شكو الناس راح تقرأ وتشوفها بالكتاب؟ هذا بس للاطلاع، فهم معاني a website for me. هنا المعاني للاطلاع، ما عندك شيء راح يجي عليها سؤال وجواب. انتبه وياي. The most popular sport، الرياضة الأكثر شيوعا بالعالم، طبعا كنا نعرفها من هي الفوتبول. In the world is football، أو اسمها الثاني هو soccer. Soccer هي كرة القدم، as people know it، الناس تعرفها باسم football أو باسم soccer. Football is the top sport، هي يعني أكثر رياضة شعبية. In many countries، بكل الدول، أغلب الدول همينة. Including من ضمن هاي الدول اللي الفوتبول بيها فتشي popular جدا شائع هو العراق، the UAE، الإمارات، UK، بريطانيا. In the USA most people prefer، في أمريكا ما يفضلون الفوتبول، ما يفضلون كرة القدم، يفضلون الأمريكان فوتبول، كرة القدم الأمريكية، واحد يركض ودكة الورا، فتشي يعني عنيف جدا. يفضلون بأمريكا الأمريكان فوتبول، while in India، في الهند، كريكت يفضلون، لعب كرة المضرب. Is the favorite، هي الفيفوريت مالتهم. In China the most popular sport is basketball، basketball كرة السلة. Which sport is your favorite، انت شو تحب يا 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 رياضة؟ اذا هنا عندما تريد ان تتحدث او تكتب عن رياضة معينة عليك ان تفعل استبيان لرأي. هذا كل حكي شفوي طلاب، ما مطلوب. المطلوب منك واللي اريدك تعرفه انه اكو كلمات اريدك تعرفها. most يعني اغلب الناس، اوكي. most Iraqis، Iraqi people speak Arabic. ليش؟ يعني الأغلبية يحكون عربي. or English people speak English. زين نقول a few Iraqi people speak Kurdish، أو speak، تعطيني لغات أخرى مال يعني التركماني مثلا، قليلين يستخدمون التركماني. فهناش راح نقول أنت بالصف، إذا صفكم شعبة ولد كلهم يحبون الطوبة، أو خلينا نقول كلهم اليوم مداومين، فراح أقول all، أو all يعني جميعهم، all the students are here، كلهم موجودين. إذا عندنا اثنين ثلاثة غياب غائبين، راح أقول most students are in the classroom، أغلبهم موجودين، أوكي؟ بينما some، بعضهم، some of them are here and some are in the playground، بعضهم هنا وبعضهم بالساحة، some بعض. أما few يعني قليل. عندك هنا lesson 8 تمرين النشاط، التمرين الأول شفوي، أكمل ما يلي سؤال الثاني حسب معلومات اللي وردت بالنص. Sport is the فراغ popular، أصلاً من قال the، حقول the most popular subject in Nora's class، أكثر شيء محبوب ومرغوب هو بNora's class، بصف نورا هو السبورت الرياضة، درس الرياضة هو أكثر شيء يرغبون به. Most of the students، أغلب الطلبة in her class like English، حبون الإنجليزي. A few of the students، قليل من الطلبة in her class like geography، يحبون الجغرافيا. In Faisal's class the most popular subject، أكثر درس يعني محبوب عندهم هو الرياضيات، الماث. The least، least يعني أقل، most أكثر شيء، least أقل شيء. The least popular subject in this class is English. Most student، أكثر الطلبة in Faisal's class like history، يحبون تاريخ، ما يحبون إنجليزي، يحبون تاريخ. History is the least popular subject بهنا's class. هذه شو راح أقول لك؟ أكو يعني مثل استبيان، مسوين استبيان شفوي ودي يكتبون هاي الجمل على الاستبيان. Geography is the least popular subject، أقل درس يرغبون به. وmost students in هنا's class like sport، أكثر الطلبة يحبون الرياضة. انتهى التمرين ونأكد أنه some يعني بعض، a few يعني قليل، بس تعرف لي معانيهن وتعرف شلون راح تختارهن، و a few يعني قليل. إذا طلابنا هنا انتهى lesson 8 وننتقل، لاحظتوا أكثرها شفوي بس أربع كلمات بي.
ننتقل هسه الى المراجعه الراوند اب اللي اهم تمارين الكتاب. ليش شلت الراوند اب الاول؟ لان كاسيت استماع فشلته من الملزمه ما بقيته. راح نبدي مباشره بالسؤال الثاني اللي بصراحه انا برايي هاي الكلمات نحفظها ملاها ونشوف هسه شلون راح نستخدمها. يلا السلام عليكم طلاب الثالث متوسط ودرسنا الجديد اليوم راوند اب. راوند اب يعني اهم التمارين اللي ممكن تشوفها بالامتحانات. كتاب النشاط ويانا، نفتح كتاب النشاط على الراوند اب واللي قدام قبل ما ادوخك رقم واحد شلته شفوي غير مطلوب، رقم اثنين حفظ مهم جدا. It tells a funny story، تروي قصة مضحكة. فهي شنية؟ كوميدي. كوميدي اللي هي الكوميديا، مضحك هزلي. information about sun، معلومات عن الشمس. rain المطر، والtemperature درجة الحرارة، هذا الweather الطقس، حفظ املاء. a question and answer program، برنامج سؤال وجواب، هذا شو اسميه؟ quiz show، برنامج سؤال وجواب quiz show. شلون اختبارات كيف تربح المليون وهاي الجماعة من البرامج. conversations between famous people، حوار بين المشاهير، هذا يا نوع برنامج، هذا اسمه توك شو. توك شو برنامج حوار، مثلا هواي برامج حوار كلش هواي، صاحبة السعادة وذولة ما اعرف هواي اشياء. it gives information about one subject، ينطيك معلومات بس موثوقة صحيحة عن فد شيء، هذا اسميه documentary. documentary يعني وثائقي طلابي. نجي على الثالث جدا جدا مهم، حفظ املاء همينه، أنا ما أعتبره بس مجرد يعني توصيل، لا املاء. سكور وصل، جول، سكور جول. عندك ران ريس، سباق الجري، ران ريس. وين ميدل، يفوز بجائزة. ودو جيمناستيك، يلعب الجيمناستيك. وبلاي تنس، هذا دائما عندكم سؤال وصل. A B C 1 2 3 4 5، A B C D E، ويقول لك وصل. فهذا كلش متوقع ومهم جدا لهذا الامتحان. هاي كانت الراوند اب، والدرس القادم راح يكون القصة. اوكي، اذا نلتقي بالدرس القادم ان شاء الله. ثانك يو.